السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات، ومرحبا بكم في الحلقة 16 من قراءة رياض الصالحين. ونقرأ اليوم من الباب 11، باب المجاهدة، وهذا الباب نحتاجه كثيرا، وخاصة نحن نقترب من 10 الأواخر من رمضان. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وهذا في سورة المزمل. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث 95 من رياض الصالحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال، أي حديث قرسي، قال وسلم قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء إن أحب إلي مما افترضت عليه. يعني أحب شيء أن تتقرب إلى الله تعالى، أول شيء الفرائض يجب أن تؤديها. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وأعيد هذه الجملة: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي بعد أداء الفرائض تتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبك الله. فإذا أحببته، هذا حديث قرسي، الله يقول: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. من الحديث اللطيفة الجميلة التي يجب أن تحفظ، أي أنه إذا استمريت بالتقرب الله بكثرة النوافل ومن قلبك وبخشوع وبنية خالصة إلى الله تعالى، تزداد حبا لله فيحبك الله كما تحبه، فتصبح أنك لا تستطيع أن تفعل أي شيء إلا ما يرضي الله، ويعطيك الله ما تشاء، ويحفظك الله تعالى بإذن الله تعالى. وهذا حديث رواه البخاري. حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، أيضا حديث قدسي، قال قال صلى الله عليه وسلم، يعني عن الله، قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا، إذا تقرب العبد إلي شبرا، هذا الشبر يعني يدي، إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا أيضا رواه البخاري. كلما تقدمت إلى الله بشيء بسيط تقرب إليك الله أكثر وأكثر. انظر العبارة الأخيرة: وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا حديث رواه البخاري. كلما تقربت إلى الله بشيء تقرب إليك الله أكثر وأكثر، وكلما أحببت أحبك الله أكثر وأكثر، يحبهم الله ويحبونه، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث أن روي في هذا في باب المجاهدة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أين رواه البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. الصحة والفراغ، عندك صحة وعندك فراغ، ما أكثر الفراغ الآن عندنا. يعني بدل أن تضيع هذه النعمة الصحة ونعمة الفراغ في أشياء تافهة لا تفيدك لا في الدنيا ولا في الآخرة، استغلها يا أخي في محبة الله، استغلها في التقرب لله، استغلها في يعني حاجة الناس، في إداء حوائج الناس، في إداء حوائج نفسك على الأقل في الدنيا، وتقرب إلى الله ما استطعت حتى تحبه ويحبك. وحديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، فقلت، أي قالت له عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني بنص القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أجابها: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وهذا الحديث متفق عليه،
أي أن الله سلم رغم أنه ما غفر الله ما تقدم من ذنبه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه لكي يكون عبدا شكورا. ونقف إلى هنا وإلى لقاء آخر، في لقاء آخر من رياض الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.